حاجه احنا بنتكلم عنه النهارده هو اركوس 97 كاربون باد، وده مميز جدا بكتير من التفاصيل اللي احنا بنقدمها لكم في الحلقه. جهاز اركوس هو الجهاز المثالي بالنسبه لكم، واللي هيوفر عليكم كتير من الفلوس، وكمان هتعملوا استخدامات كتير وامكانيات كتير هتستمتعوا بيها مع الجهاز ده. لكن في البدايه خليني اقول لكم ايه الامكانيات اللي انتم بتستمتعوا بيها وبتستفيدوا مع الجهاز. اول حاجه ان بيجي معاه التشارجر اللي هو بيشحن الجهاز بتاعكم لفتره طويله جدا، بتعيش معاكم لعدد ساعات كتير بتستمتعوا بجهازكم. الى جانب كمان الكيبل، هو ده اللي بيوصل الجهاز باي طبعا جهاز تاني او حتى كمبيوتر، لو انتم عايزين تعملوا داونلود مثلا من الكاميرا، عايزين تعملوا داونلود من الجهاز بتاعكم للكمبيوتر الاساسي بتاعكم، فعندكم اليو اس بي كيبل، هو ده اللي بيوصل او بيربط الجهاز بتاعكم هو اركوس باي جهاز تاني بمنتهى السهوله، وبيسهل عليكم كمان كل العمليات اللي انتم حابين تستخدموها طول الوقت. لكن خلينا نتكلم عن نقطة مهمة بيتميز بيها اركوس باد، وهي التصميم. عادة لما احنا بنيجي نشتري تابلت بنفكر في التصميم، هل هو مناسب لينا، مناسب للسن، مناسب للموضة، هنقدر ان احنا نتبسط بيه مثلا طول الوقت واحنا موجودين وفخورين بشكله قدام الاصحاب ولا لا. لكن اركوس باد طبعا هتشعروا بالفخر تماما، لان شكله رائع جدا، مصمم بتقنية عالية، تصميم بتاع الشاشة حتى كمان زي ما احنا شايفين رفيع، والاطار بتاع الشاشة قد ايه رفيع جدا. كمان في حماية كبيرة، وهي الإطار هنا اللي بيفصل ما بين الفريم أو الشاشة وما بين الخلفية بتاعة الجهاز، فهنا الجهاز طبعا بيتمتع بحماية كاملة، لو حصل أي حاجة للجهاز هيكون متين. وخليني أقول لكم الدليل على كده أن هو مصنع برضو من مادة الألمنيوم، الخلفية بتاعته مصنعة من مادة قوية جدا متينة، مقاومة للصدأ وحتى كمان مقاومة للخدوش. زي ما احنا شايفين لو أنا قعدت أخربش هنا في الجهاز لفترة طويلة مش هيحصله أي حاجة، وده اللي بيخلينا أن احنا نستمتع بالجهاز بتاعنا ونستخدمه بمنتهى الأمان. ولون الكربون اللي هو اللون المميز اللي مش موجود في أي جهاز تاني حتى من الأجهزة الموجودة في الأسواق. خلوني هنا أوريكم صور مختلفة، مثلا ناخد الصور فيها ألوان كتيرة، برضو كل التفاصيل بتوضح أكتر وأكتر مع اركوس باد. هنتكلم على خاصية مهمة جدا، وهي نظام تشغيل الأندرويد. نظام تشغيل الأندرويد هو من أهم الأنظمة اللي بيحتوي عليها التابلتس، لكن اركوس باد بيحتوي على أحدث نظام تشغيل الأندرويد، وهو الآيس كريم ساندويتش، واللي بيخلينا إن احنا يكون عندنا كتير من الأبليكيشنز اللي احنا نعمل لها داونلود بشكل كبير. هنشوف دلوقتي الابلكيشنز دي. الجهاز بيجي معاه فري داونلودد ابلكيشنز، دي فري بتكون متوفره مع الجهاز، لكن انتوا برضو من خلال خاصيه الاندرويد او نظام تشغيل اندرويد تقدروا ان انتوا تعملوا داونلود لابلكيشنز اكتر، وبالتحديد لاكتر من 10,000 ابلكيشن او برامج مختلفه بتشوفوها. كل اللي انتوا محتاجين تعملوه ان انتوا بتروحوا على البلاي ستور بمنتهى السرعه. اول ما بيعمل لودنج بيطلع عندكم هنا الشاشه، في برامج مثلا مختلفه، عندكم الجيمز، عندكم برامج متنوعه، برامج بتعملوا لها داونلود، بتعملوا تحديث للكمبيوتر بتاعكم. بنروح هنا برضو في الاول بنشوف في الكاتيجوريز ايه الكاتيجوري اللي انتم محتاجين ان انتم تعملوا له داونلود. مثلا الجيمز، حابين انتم يكون عندكم العاب كتير مختلفه، حابين مثلا الهيلث اند فيتنس، هو ده يعني مثلا لو انتم حابين ان انتم يكون عندكم برامج عن الصحه، عن الرشاقه، هتكونوا مستفيدين بيها جدا مع اركوس باد. كمان بالنسبة للأمهات اللي بتهتم بنقطة التعليم، في برامج كتير تنزلوها من خلال الأندرويد، وهنشوف من أهم البرامج دي لو احنا حابين نعلم أولادنا القرآن. كل اللي احنا محتاجين نعمله نخش على سيرش، بنكتب قرآن أول حاجة هنشوفها دلوقتي، بتلاقوا في برامج كتيرة زي مثلا احاديث نبويه وكمان الادعيه والقران الكريم، فتقدر الام انها تقعد مع اولادها لو في النادي او حتى في المدرسه او حتى لو موجودين في البيت، مش لازم انها تقعد جنب اللابتوب او مش لازم تقعد جنب الكمبيوتر العادي، لا تقدر انها تتنقل من مكان لمكان وتستخدم التابلت بتاعها وتعلم اولادها ويحفظوا القران، يتجودوا كمان وبيسمعوا الصوت بمنتهى النقاوه، وبيكون عندهم كتير جدا من البرامج التعليميه، مش بس القران، في برامج تعليميه كتيره جدا يقدروا ان هم يستفيدوا بيها، والامهات والابهات طبعا يقدروا يعلموا اولادهم من خلال اركوس باد. ده بالنسبه للمميزات الكتيره المتعدده. واتكلمنا عن خاصيه الاندرويد، شفنا خاصيه الاندرويد قد ايه مهمه جدا ان احنا نعمل داونلود لكتير من الابلكيشنز.
طبعا الابلكيشنز دي هيكون سهل علينا ان احنا نعملها داونلود من خلال قوه الجهاز. الجهاز ده بيتمتع ب 1 ميجا هرتز بروسيسور، والبروسيسور ده هو معالج القوة. معالج القوة هيخلي كل البراوزنج مثلا على الانترنت بيكون سهل جدا، بننتقل من صفحة لصفحة بمنتهى السهولة، وبيحتوي برضو على 1 جي بي رام، ده اللي بيخلي الجهاز بتاعنا سريع، الجهاز ما بيهنكش، بنقدر ان احنا نعمل كل المهام بمنتهى السهولة. فبالتالي الجهاز بتاعنا في الترفيه بيجمع كمان ما بين التعليم، وبيجمع كمان ما بين القوة والمتانة، سواء من قوة الجهاز او حتى قوة الجهاز من ناحية الاستخدامات المختلفة والبروسيسور اللي هو 1 جيجا هرتز او معالج القوة. هنروح دلوقتي ونشوف نقطة كمان جميلة بتهم الناس. التابلتس اللي احنا بنتكلم عنها في العادي بتكون يعني بتحتوي على خاصية واحدة، وهي خاصية الواي فاي. كتير من التابلتس مثلا اللي بتحتوي على خواص زي مثلا ال 3G، لكن بيكون سعرها غالي جدا. هنا اركوس باد برضو بيحتوي على خاصية ال 3G والواي فاي مع بعض، من خلال ان احنا بنقدر من خلال اليو اس بي اللي موجود عندنا بنقدر نحط اللي هي ال 3G ستيك، وبالتالي الانترنت بيكون متوصل عندنا، فبنقدر نخش على الانترنت بمنتهى السهولة طول الوقت وفي اي حتة احنا موجودين فيها، سايقين مثلا في العربية او احنا قاعدين في العربية، نخش على الانترنت نشوف الاماكن اللي احنا عايزين نتعرف عليها، نخش نشوف الاخبار، نخش نتفرج على فيديوهات لو احنا حتى مسافرين. خلوني دلوقتي اوريكو ان احنا قد ايه سهل جدا علينا ان احنا نوصل انترنت. هنا ال 3G ستيك هي دي اللي احنا بنحطها في اليو اس بي، بيكون سهل علينا ان احنا نوصله على طول بالجهاز، وبنخش على الانترنت بمنتهى السلاسة، وده اللي احنا دايما بنحتاجه في الجهاز بتاعنا، نطمن ان احنا دخول الانترنت سهل جدا ومش هيكون عندنا اي مشاكل تماما، ومش هيكون عندنا حتى خاصية الواي فاي فقط، لكن هيكون عندنا خاصية الواي فاي وال3G. كمان حابين ان احنا نشوف مثلا لما بنوصله على الانترنت عايزين نشوف الايميلات بتاعتنا. هنروح دلوقتي ونشوف هنا من الايميلات عايزين نشوف الجيميل. كل اللي احنا شايفينه دلوقتي الانبوكس على طول بيوفر علينا، حتى مش محتاجين نكتب الباسورد ولا الاسم، هو بيبقى حافظ على طول الباسورد والاسم بتاعنا، بيدخلنا على الانبوكس وبالتالي بيوفر لنا وقت كتير جدا. ندخل على الفيسبوك، ندخل على الهوت ميل، على كتير جدا من الاستخدامات اللي احنا هنستمتع بيها مع اركوس باد. ده بالاضافه الى نقطه تانية مهمه وهي الجي بي اس. الجي بي اس طبعا مهم بالنسبه لنا لو احنا مسافرين، لو احنا عايزين نوصف لاهلنا مكان يقابلونا فيه، او لو احنا عايزين نوصل لمكان حتى نقابل فيه اصحابنا ما بنبقاش عارفين فين المكان ده، فمن خلال الجي بي اس نقدر نوصل بمنتهى السرعه. كل اللي بنعمله دلوقتي هو بنخش على المابس. اول ما بندخل على المابس بيطلع لنا المكان اللي احنا موجودين فيه متوصلين على الانترنت. هنشوف دلوقتي هيطلع المكان اللي احنا فيه، بالاضافة ان احنا بنشوف لو عايزين نشوف التفاصيل مثلا الشوارع، العنوان، من خاصية الزوم شايفين هنا اسماء الشوارع، اسماء الاماكن. لو عايزين ندور على اماكن مختلفة زي ما قلت لكم بنخش على places، هنا الايكون دي بتطلع لنا مثلا ريستورانتس، بتطلع لنا كافيه، بتطلع لنا اتراكشنز لو احنا بندور على كافيهات مختلفه، لو احنا بندور على ريستورانتس مختلفه، لو بندور على مثلا مكتبات عايزين نروحها، اي مكان في العالم نقدر نحنا نروحه مع خاصيه الجي بي اس، ودي نقطه مهمه جدا. النقطة الأهم اللي كتير من الناس في الوطن العربي بتهتم بيها، وهي إن بدل ما يكون عندنا تابلت في لغة واحدة أو لغات متعددة، بنهتم كمان باللغة العربية. اللغة العربية طبعا متوفرة في أركوس باد. كل اللي هنعمله هنخش على settings بمنتهى السرعة، هنروح على اللانجوج. أول ما بتطلع عندنا اللانجوج عندنا variety كتير جدا أو اختيارات كتيرة من اللغات المختلفة، بنروح للغة العربية.
حلو الجهاز، جميل جدا على فكرة. هاخد دلوقتي صورة مع اللوجو بتاع أركوس. هاي عايزة أشوف. اتكلمنا عن جهاز أركوس والمميزات المتعددة، لكن بنتكلم عن مميزات أكتر وأكتر. أول حاجة بنحبها أو إن احنا عايزين نستمتع بيها في جهازنا، وهي ساعة التخزين. ساعة التخزين بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن ده أو الجهاز ده بيكون عليه كل حاجة، بيكون عليه أسرارنا، بيكون عليه حياتنا كلها. فبنحب إن احنا نعمل داونلود عليه الأفلام، نعمل داونلود مثلا الإيميلات كتيرة، نعمل داونلود للصور، كل الذكريات بتاعتنا حابين إن احنا نستمتع بيها طول الوقت مع الجهاز المخصص لينا من أركوس باد. علشان كده كارت الميموري اللي بيجي مع الجهاز هو 16 جي بي، لكن فيكم ان انتوا كمان تزودوا سعة التخزين دي من خلال ان انتوا تشتروا كارت اكبر، مثلا لحد اكتر من 32 جي بي، ويكون عندكم فرصة التخزين بشكل اسرع. خلوني دلوقتي اروح للوصلة الموجود فيها او الفتحة الموجود فيها الفلاش كارد، هي دي مايكرو اس دي. شايفين الفتحة هنا موجودة. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان نشوف الكارت بنضغط عليه، بيطلع بمنتهى السهولة جدا، وهو ده الكارت اللي بيكون موجود داخل الجهاز واللي بتخزن عليه كتير من المعلومات اللي احنا بنحطها على الجهاز. تقدروا ان انتوا تزودوا سعة التخزين زي ما انتوا حابين، وهي دي اليو اس دي كارد اللي بيتميز بيها أركوس باد. في كتير جدا من التابلتس الموجوده في الاسواق بيكون عندهم بس سعه تخزين قليله جدا، لكن هنا أركوس باد بيتيح لكم الفرصه ان انتوا يكون عندكم فرصه كبيره تعملوا داونلود لكتير من الابلكيشنز وتخزنوا برامج مختلفه على أركوس باد. من الفتحات المختلفه اللي احنا اتكلمنا عنها في الجهاز هي اليو اس بي 2. اليو اس بي 2 دي مهمه جدا، لان كل الاجهزه اللي موجوده عندنا هي دي اللي بتكون موجوده في الاجهزه العاديه، زي مثلا اللابتوب، زي الكيبورد، بالاضافه كمان الى الهارد درايف وغيرها وغيرها من الاجهزه العاديه اللي احنا بنحب نوصلها على الباد بتاعنا. لكن دي ميزه مهمه جدا، لان كل التابلتس الموجوده في الاسواق بتتميز بنقطه واحده بس، ان هي عندها اللي هي ميني يو اس بي، مش موجود عندها اليو اس بي 2. خليني دلوقتي مشاهدينا برضو اوريكم ازاي لو انا حابه ان انا اوصل الكيبورد واستخدم اليو اس بي 2 هيكون قد ايه سهل جدا مع أركوس باد. انا جبت معايا في الاستوديو هنا الكيبورد، كل اللي انا بعمله بس ان انا بوصلها في الجهاز، وحابه ان انا مثلا اعمل تايبنج فبدخل على جوجل، بدخل على جوجل دلوقتي واشوف طريقة الكتابة عندنا هتكون مثلا سهلة. هنخش مثلا حابين ان احنا نخش على اليوتيوب، شايفين دلوقتي على الكاميرا انا بكتب ادي يوتيوب، عايزة امسح تاني اكتب مثلا فيسبوك، خش على الفيسبوك بمنتهى السهولة. ده برضو لو احنا حابين ان احنا نكتب ايميلات، عايزين نشتغل لوقت طويل، عايزين نكتب سكريبت، عايزين نكتب مثلا يعني اشعار، عايزين نكتب حاجات كتيره جدا، مش حابين ان احنا نستخدم مثلا التاتش بيخلينا نتعب، لكن نقدر ان احنا كمان من خلال يو اس بي 2 ان احنا نوصل الكيبورد ونعمل كتير من المهمات على الجهاز بتاعنا. مش بس الكيبورد، لكن كمان نقدر نوصل الهارد درايف. خلوني دلوقتي اجيب الهارد درايف هنا. لو سعه التخزين عندكم حابين ان انتوا تزودوها، تقدروا ان انتوا توصلوها بجهاز الهارد درايف، تقدروا ان انتوا تعملوا داونلود لكتير من الافلام، من الاغاني، من الصور المختلفه، برزنتيشنز كتيره حابين تعملوها، برامج مختلفه عايزين تحدثوا بيها الجهاز بتاعكم، تقدروا ان انتوا تحملوها كلها على الهارد درايف وبرده تحولوها على أركوس باد. ده برضو مش كل المميزات، في كمان مميزات تانية اكتر مع الجهاز المميز اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وهو أركوس باد. عايزين نتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي سرعة الجهاز اللي احنا قلنا انه 1 جيجا هرتز و 1 جي بي، لكن الجهاز تصفح من الانترنت سهل جدا من مكان لمكان. وكمان علشان ال 1 جيجا هرتز و 1 جي بي فهو بيخلينا ان احنا نعمل مالتي تاسك، او يخلينا ان احنا نقدم كتير من المهام وننجز كتير من المهام على الباد بتاعنا، ده من خلال ان احنا بنكبس بس زرار مالتي تاسك
بيطلع لنا كل الصفحات اللي احنا فتحناها النهارده. اهم حاجه دلوقتي عايزين نطمن عليها وهي البطاريه بتاعتنا، هل هتقعد معانا الوقت طويل ولا لا؟ انا بقول لكم دلوقتي ان هي هتقعد معاكم الوقت طويل جدا، وتنجزوا كتير من المهمات وتشتغلوا على اللابتوب على الباد بتاعكم بمنتهى السهوله والسرعه. اول حاجه هنتعرف عليها دلوقتي هنا هي بنخش على سيتنجز، بنعرف بنروح على طول على الباتري. اول ما بندخل على الباتري بنشوف تفاصيل البطاريه هتقعد معانا الفتره قد ايه، عندنا قد ايه وقت باقي. لكن البطاريه بتاعتنا من اركوس باد هي بتقعد لمده 8 ساعات، دي بالنسبة للخاصية المهمة لمدة الاستعمال. لكن كمان بنروح لخاصية أخرى وهي القراية الإلكترونية. بنشوف الكتاب هيطلع لنا دلوقتي، وبنقدر إن احنا نتصفح كل الكتب اللي موجودة عندنا من صفحة للتانية زي ما احنا شايفين، نقدر نقراها بالحجم ده، أو لو حتى عايزين نغير الحجم ممكن ان احنا نحول الباد بتاعنا فبتتحول طريقه القرايه زي ما احنا شايفين كده. اركوس 97 كاربون باد، وده يعني من اهم التابلتس الرائعه اللي احنا بنتميز بكتير من الخصائص الجميله اللي انتوا بتستفيدوا بيها، بتستفيدوا بالتعليم بالترفيه، كمان في خصائص كتيره ان انتوا هتقدروا تتواصلوا على الانترنت من خلال خاصيتي الواي فاي وال 3G. اتعرفنا على السلوتس او الفتحات المختلفه الموجوده في الجهاز، شفنا اليو اس بي 2 وده طبعا يعني بيخلينا ان احنا نتواصل بكل الاجهزه العاديه الموجوده عندنا في البيت، على عكس كل التابلتس الموجوده في الاسواق اللي بتحتوي على الميني يو اس بي، ودي طبعا خاصيه كبيره جدا ومهمه بتفرق ما بين الاركوس باد عن بقيه التابلتس الموجوده في الاسواق. بالاضافه كمان الى الكاميرتين، هتستمتعوا بمتعه المشاهده ومتعه كمان ان انتوا تعملوا تشاتنج من خلال الكاميرا الاولانيه اللي بتكون موجوده في الامام، والكاميرا التانية اللي بتكون موجودة في الخلف، وكمان هي 2 ميجا بيكسل واللي بتخلي الصور رائعة جميلة جدا، وهتستمتعوا طول الوقت مع اركوس باد. بالاضافة الى نقاوة الشاشة وحجمها 9.7 انش سكرين، بالاضافة كمان الى 16 مليون لون، بيخلي كل الصور جميلة جدا جدا وواضحة، حتى ادق واصغر التفاصيل برضو هتستمتعوا بيها مع اركوس باد. زي ما انتم شايفين الجهاز قد ايه مميز، قد ايه جميل ومتين، بالإضافة كمان إلى الكربون ومادة الألمنيوم المصنوع منها الجهاز، مضاد للصدأ، مضاد للخربشة، مضاد كمان للصدمات، والباكجينج الرائع اللي احنا شايفينه، البوكس اللي بيجي معاه التشارجر، بالإضافة كمان إلى اليو اس بي كيبل اللي يخلي برضو الجهاز بتاعكم يتوصل على الإنترنت ويتوصل على الأجهزة التانية المختلفة بمنتهى السهولة. اركوس باد هو الحل الأمثل اللي انتوا لازم تحصلوا عليه مشاهدينا، وبتمنى كمان إن احنا اديناكم كل المعلومات اللي بتفيدكم. كل اللي محتاجين تعملوه ان انتوا تحصلوا على اركوس باد، وبتمنى دايما ان انتوا تستمتعوا بكل منتجاتنا المميزه اللي بنقدمها لكم في عالم التسوق.